ورحمه الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه وابدا كل صلاة سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن رياض محرز وتايلور واحتفالهم بعيد ميلاد والدتها ال50 وتاثرها ودموعها وفرحها الكبير جدا واجواء لطيفه جدا واجواء عائليه وهزار. وتايلور وبنت محرز كمان شايله اختها ميلا، وعلاقه تايلور ببنات رياض محرز الجميله اللي احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. أتمنى لحضراتكم السعادة والتوفيق.